الحمد لله على السلامة يا باشا. أنا صاحية على فكرة. إيه ده؟ وإيه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ ميعاد الدواء كان من شوية، ماما ودتهوني. أنت وحشتني أوي. أنت اللي وحشتيني يا حبيبة قلبي. أنا عايزك تشد حيلك بقى، ها؟ مش عايز أشوفك عيانة كتير. هو بمزاجي. ما تيجي تنام جنبي النهاردة بدل ما تروح لماما وتقلقها وهي عندها شغل بكرة الصبح. يلا يا ولا، أنت نصاب يا ولا. ماشي يا ستي، عايز أقول لك على حاجة. أنا أساساً تعبان ومش قادر أتحرك. تعالي في حضني. أقفل النور. أقفل النور. صباح الفل يا حبيبي. صباح الفل. أمال البنات فين؟ راحوا المدرسة. مدرسة إيه ده؟ نمت جنبهم إمبارح عشان أشوفهم الصبح. ما هم اتسحبوا علشان ما يصحوكش. كان شكلك تعبان أوي. بقالك كتير ما نمتش. بعدين دي مش كانت تعبانه، وديتيها المدرسه اللي انا دي. بقيت احسن الحمد لله. ايوه انا هشوفهم امتى؟ انا هنزل الشغل. انا مش عارف هرجع النهارده تاني ولا لا. انت ما رحتيش شغلك ليه النهارده؟ خدت النهارده مرضي، قلت اعمل لك اكل واستناك لحد ما تصحى. اغسل وشك وغير هدومك على بال ما اجهز لك الفطور. ناديه كويسه؟ كويسه. عايز اتكلم معاك شويه بس. يعني هو بعد كل ده مفيش حتى يوم واحد اجازه ترتاح فيه؟ حاولت. حاولت والله يا ناديه. عندي ضغطة شغل الفتره دي ما يعلم بيها الا ربنا. أوعدك أول ما أخد أجازة هنسافر. هتيجي نطلع الأقصر، البنات هتحبها أوي. تفتكري؟ ما تغيرش الموضوع يا زكريا. في إيه بيحصل مخليك ما بترجعش البيت؟ في إيه يا نادية؟ ما أنا في القطاع. أنا جاي أرتاح شوية معاك أنت والبنات، هنتخانق في شوية دول. أنا مش عايزة أتخانق. أنا عايزة أطمن عليك. وعايزة أفهم إيه اللي بيحصل. مين اللي قتل مبروك؟ انت كده مهدد؟ وليه كان في حراسه ورانا؟ ومئة ألف سؤال مش محتاج خناق، محتاج ان انت تطمني وتعاملني على اني مراتك وزميلتك وشريكتك في كل التفاصيل. يا زكريا، لو جوزي وبناتي مهددين بالخطر انا محتاجة افهم. مفيش تهديد ولا حاجة يا نادية. اللي حصل امبارح ده إجراء طبيعي. اللي هو رفعت بيلزمنا بيه. إجراء احتياطي يعني. بص يا نادية. أنا مش عارف أبقى طبيعي أو عادي. مبروك ما كانش صاحبي. مبروك كان أكتر من أخويا. في الشغل وفي البيت وفي الشارع وفي كل حتة. مش عارف أنام ولا أهدى وأنا عارف إن اللي قتلوه بره ما خدوش جزاءهم. بس ان شاء الله هنجيبهم. انا عارف ان الفتره دي هتبقى صعبه عليا، واكيد هتبقى صعبه عليك انت والولاد، بس مش هتبقى اصعب من اللي فات. معلش يا نادي، استحمليني بس شويه الفتره دي وانا هعوقك على كل اللي فات. انا عارفه ان الموضوع مش سهل عليك. أنا بس كل اللي محتاجاه منك إنك تطمني. يا زكريا، أنت لو جرالك حاجة أنا مش هستحمل. خفيف، مش هيحصل لي حاجة.
وبعدين يا بنت العمر واحد والرب واحد، في ايه؟ يلا انا هنزل اروح القطاع بقى، مش عايز حاجه؟ لا بس عاوزاك تعدي على مامتك، علي مش موجود وقاعده لوحدها وبقالها كتير ما شفتكش. حلو قوي، يبقى عدى خدكم ونطلع عليها كلنا.